لبنان. فريق أول عبد المجيد صقر القائد العام قوات المسلحة وزير دفاع الإنتاج الحربي، دفعة 166، تخرج دفعة 166 من كلية ضباط الاحتياط. السيد القائد العام كنا شرفين بوجودنا امبارح مع سيادته في فايد، دفعة 166، وأنا لي الشرف خريج الدفعة 66، خرجت من كلية ضباط الاحتياط هي اللي موجودة في فايد في عام 84، الدفعة 66 ولي الشرف. لما تلقيت دعوة بقى من 40 سنة بعود مرة أخرى إلى كلية ضباط الاحتياط. بعد ما اتخرجت من الجامعة دخلت ضباط الاحتياط، آدي وأنا ضابط احتياط بتخرج ملازم، ثم بعد كده بتبقى ملازم أول، وخدمت في جيشنا العظيم رتبة ملازم أول ضابط احتياط، ولي الشرف طبعا. اما رحت امبارح ببص على كلية ضباط الاحتياط أكأني والله أكأني يوم ما كنت موجود في الكلية. كنا مع السيد القائد العام وله كل التحية، سيادة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأيضا سيادة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل قادة جيشنا العظيم ولهم كل التحية، ولكل أبطالنا لهم كل التحية، والأهالي الخريجين لهم كل التحية، ونقول لهم مليون مبروك. فكنا في امبارح في كلية ضباط الاحتياط. حضرتك ضباط الاحتياط تخرج من الجامعة، القوات المسلحة بتبقى تطلب بتقدم عشان تؤدي الخدمة العسكرية، بتاخد كليات متنوعة، بتقعد هنا تدريب لمدة 6 شهور. عايز اقول لحضراتكم الابطال اللي بتشوفوهم دول، التدريبات اللي عملوها دول اكنهم في الكلية الحربية. يعني في تدريبات على اعلى مستوى. ده الكلام ده خلال ايه؟ 6 شهور من السنة. يعني تدريبات مع ابتكارات عملوها الدفعة وقدموا عدد من الابتكارات، منها حتى طيارات درون وحاجات خاصة بالمية والهواء، يعني عاملين كمان حاجات خلال 6 شهور. وبالتالي هناك منظومة متطورة متقدمة جدا في التدريب في القوات المسلحة. طبعا تتحول خلال 6 شهور إلى ضابط مقاتل. ضابط مقاتل أول يوم بيبقى يوم، يمكن بقول لحضراتكم امبارح انه طبعا وضع مختلف تماما، فايد مش هي فايد، ولا الطريق مش هو الطريق، ولا الكلية يعني هي نفس الكلية، ولكن حصل فيها تطوير كبير جدا جدا. لكن منطقة كانت ايامنا كانت صحراء، وعشان تروح فايد عايز يوم، يعني عشان تتحرك من محطة رمسيس وانا جاي من البلد توصل فايد تاخد يوم كامل عشان اوصل فايد. النهاردة اوصل فايد في ساعة وربع ولا ساعة ونص، يعني عندنا من شرق القاهرة ساعة وربع بالظبط تكون في كلية ضباط الاحتياط. فالوضع مختلف تماما. خلصت بعد كده رحنا لهيك السب. أنا خدمت في سلاح المشاة. هيك السب اللي هو حاليا قاعدة المشير طنطاوي. ثم انتقلت إلى الشؤون المعنوية. خدمت أيضا في الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللي موجودة في صلاح سالم ما زالت حتى الآن. ثم خدمت في مستشفى غمرة للعائلات، من 6 ضابط الشؤون المعنوية في مستشفى غمرة للعائلات. كل الكلام ده في وقت خدمتي في القوات المسلحة، ولي الشرف والله، وكنت امبارح في منتهى السعادة والقوة مع السيد القائد العام، وله كل التحية لسيادته ولجيشنا العظيم. وعايز اقول لحضراتكم دايما تبقوا مطمئنين على بلدكم، دايما تطمئنوا على بلدكم. السيد القائد العام امبارح اتكلم، نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ل خريجين طبعا، قدم لهم التهنئة، وكمان قدم التهنئة للأسر والأهالي، وشكر الجميع وتحدث عن طبعا القوات المسلحة. كلم السيد القائد العام امبارح في رسائل في غاية الأهمية عن الوضع والتحديات الإقليمية والدولية، واللي قال انه في تحديات من كل اتجاهات، وده اللي بيفرض على القوات المسلحة المصرية دايما تكون على أهبة الاستعداد والجاهزية. وطبعا دي بتبقى رسائل مهمة في هذا التوقيت. وعايز أقول لحضراتكم يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى، لما يمكن نقول لكم بكرة شوية حاجات كده ولا حاجة، ولكن خلينا نروح نشوف هذه الاحتفالية ثم أعود لحضراتكم. We'll be right back.
شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية. أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة الكلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات. واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لروح شهداء الوطن الأبرار. وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم. وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تألو جهدا في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، وأن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها، مما يفرض علينا أن نكون دائما على أهبة الاستعداد والجاهزية، ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة.